عالم الإضاءات الـ LED عمر ما كان يعتمد عليه كإضاءة بروفيشنال للسينما، وأول شركة تكسر القاعدة دي تماما هي شركة اسمها أري، والشركة دي هي اللي بتصنع الكاميرات البروفيشنال بتاعة السينما، وشركة ممتازة جدا في المجال بتاع السينما عامة. مشكلة الـ LED كانت إن فيها فليكر عالي جدا، ولكن الموضوع ده اتعالج تماما، ومن أهم الشركات اللي عليها عين مؤخرا هي شركة اسمها أبتشر. النور اللي بنور عليا دلوقتي ده من شركة أبتشر، اسمه 120D Mark II، وده من أكتر الأنوار المشهورة مؤخرا، عند معظم الناس هتلاقي النور ده نفسه موجود. المرة دي بقى معايا نور صغير من عندهم، سعر ده $90، سعر رخيص جدا بالنسبة للمميزات اللي فيه اللي هنتكلم عليها دلوقتي. طيب سيبنا من الكلام الكتير وخلينا نبدأ نفتح الوحش الصغير ده. يلا بسم الله، ادي النور. ايه تاني في الكرتونة؟ باقي الحاجات اللي في الكرتونة، شنطة وماش، وهنا اليوزر جايد والمانوال. طيب الشنطة فعلا باين عليها كواليتي بتاعها ممتاز جدا، هنا ممكن تقدر تحط الحزام وده كليب عشان تعلقه في بنطلونك او اي حاجة. في جيب ورا هنا صغير، هالي ده اللي بتحط فيه اللايت نفسه، هنا كده بقى كل حاجة هنا محطوطة جوه. الديفيوزر او الحاجة اللي بتخلي الضوء مشتت بدلا ما يبقى قوي. يبقى الشنطة سلك، اتنين ستيكر، ستيكر جاي باللزقة كده عشان تحط دي مثلا هنا وتحط دي على حاجة فتقدر تحطه وتشيله بسرعة. وهنا ده السلك بريدد كيبل، يعني سلك مبطن بالقماش، لان الاسلاك دي معروفة ومشهورة عنها تستحمل فترة طويلة جدا مع الاستخدام. خلينا نحط الحاجات دي جوه. البيلد كواليتي ممتاز جدا، هنا دي علشان الحرارة تطلع، هنا منفذين للحرارة، ودي علشان تربطه مثلا فوق كاميرا او اي حاجة ترايبود. الحلو قوي ان USB-C، وهنا ده زرار الفتح والقفل، وده زرار اللي بتتحكم منه في كل حاجة. وهنا دي الشاشة اللي بتشوف منها انت على انهي مود، وورا مكتوب أبتشر، وفي حدتين ممكن تلزقوا على اي حاجة، ممكن تحط واحد تاني هنا وتبقى عندك نورين اقوية جدا، ممكن تجيب عصاية حديد طويلة وتجيب كذا واحد من ده وتلزقوا على طول العصاية كلها. وفوق ده كله مش بس تقدر تشحن ده بالUSB-C، انت ممكن برضو تستخدم وايرلس تشارجر، تستخدمه في اخر اليوم ومرمي على الشاحن الوايرلس يبدأ شحن بكل بساطة. خلينا نبدأ دلوقتي ونجرب. النور ده مميز علشان ده RGB WW، RGB اللي هي الالوان كلها بتقدر تلونه باي لون موجود، و WW اللي هو 2 تون من اللون الابيض، اللون تقريبا اللي هو زي الاوف وايت، واللون الابيض اللي هو البارد. اضافة النورين الابيض ده على الوان الار جي بي بيديك رينج اوسع بكتير في الالوان. بتدوس على الزرار اللي على الجنب ده علشان تتحكم، تقدر تنزل لحد 1%، 1%، بص النور قد ايه قليل. لو عايز تغير النور الابيض لنور بارد شوية كول، هتطلع البكرة الفوق خالص لحد 6500K. ده ديفيوزر بتحطه علشان تخلي النور خفيف وسوفت على الوش، ما يعملش الظل الشديد اللي كان عامله النور بدون الديفيوزر. طبعا لو عايز تغير من المودز انت بتعمل هولت على ده علشان تغير للمود اللي انت عايزه. هنختار المود الـ HSI اللي هو بتاع الالوان، عاملين فتحات علشان الشاشة وعلشان التحكم والتهوية والربطة اللي تحت، يعني انت تقدر تستخدم النور ده بكل مميزاته بدون ما تحتاج تفك الديفيوزر ده وتحطه تاني. من بداية الفيديو انا مستخدم واحد زي ده بالظبط هنا في الجنب، هو اللي مديني النور الازرق اللي انتوا شايفينه ده. بياخد في الشحن حوالي ساعتين علشان يتشحن من 0 لـ 100%. لو انت استخدمته على الماكسيمم اوتبوت هيقعد معاك ساعتين بس، او ممكن يقعد اكتر على حسب يعني. لو انت بتستخدمه على اقل اوتبوت هيقعد معاك من 15 لممكن اكتر من 15 ساعة. فعامة يعني انا بستخدم ده انه يديني زي اضاءة جانبية على الوش، بتدي منظر افضل للصورة. في مود تاني اسمه FX، ده مود بتاع بارتي، لو عايز تدي افكت ان انت بتصور حفلة ممكن تستخدم النور ده. في افكتات تانية زي افكت البولسينج. هنا بقى يجي الحماس، انت ممكن تعمل افكت كأن في شرطة قبضت عليك. اللي بعده افكت الفاير، ده ممكن تستخدمه كأن في سين الدنيا برد بقى
تمثل ان انت في منطقة كامبينج. اللي بعده ده افكت بتاع كأن في برق او رعد ضارب عليك. تي في ده كأن انت بتتفرج على تلفزيون. لو انت بتمثل ان انت بتتفرج على فيلم رعب ممكن توطي النور شوية. لو انت بتمثل ان انت بتتفرج على حاجة مضحكة ممكن تعلي النور شوية عشان النور يضرب على الوش فيدي إيحاء ان انت شايف حاجة مضحكة. ده افكت كأن في لمبة بايظة. وده ممكن تستخدمه ان انت بتمثل كأنك ماشي في ممر طويل كده والنور المستفز عمال يقفل ويفتح حبكة يقفل ويفتح. دلوقتي الدنيا ظلمة النور لسه عمال بيقفل ويفتح. ممكن تحط كذا واحد في الممر شلة من الأنوار المستفزة اللي بتقفل وتفتح. الفاير ووركس ده افكت كأن في أنوار في السماء بتاعت ألعاب النارية بتضرب عليك. وده افكت الباباراتسي في أمريكا منتشرين قوي. هم الناس مستفزين اللي بيقعدوا يجروا ورا الممثلين علشان يصوروهم بالعافية. ممكن يصوروهم في مواقف مضحكة في مواقف سيئة في مواقف حزينة في مواقف غير أخلاقية. هم دول الباباراتسي بتاع الفضايح اسمهم باباراتسي. بس كده الإفكتات كلها خلصت. دي الإفكتات اللي موجودة فيه. طبعا كل إفكت انت ممكن تبدع فيه زي ما انت عايز تماما. انت ممكن توصل النور ده بالبلوتوث على الموبايل. وهنا يجي الحماس كله. بتضيف النور ببساطة جدا. بتدوس على البلاس دي فبيفتح لك سين جديد. بتدوس على السين ويبدأ الأنوار بتاعت أبتشر تبان على طول زي ما انتوا شايفين هنا في الشاشة. المميز قوي في الموضوع بتاع الإضاءات دي لو مثلا عندك 10 إضاءات خلينا نجيب الإضاءة الإضافية دي. الإبداع بقى ان يعني لو انت مستخدم مثلا 20 واحد الأنوار دي بتعتمد في الاتصال ما بينها بدون راوتر بدون أي حاجة فقط بالبلوتوث تقدر توصلها. أقرب واحد هو زي الراوتر بتاعه او المستقبل الاساسي بتاع السيجنال. دي ربطة مع دي. بعدين دي ربطت الاتنين هنا. لو عندك 10 بقى لحد 50 متر هتلاقي دي ربطة في دي في ربطة في اللي بعديها ربطة في اللي بعديها لحد ما بتربط عندك في الموبايل. لو دست على واحد من دول تقدر تتحكم في واحد لوحده. اما بقى لو دست على all fixtures ده تقدر تتحكم فيهم كأنهم نور واحد. شايفين لاحظوا انه بيمشوا مع بعض بالظبط. جوه البرنامج في settings محفوظة تختار منها النوع اللي انت عايزه على طول بدون ما تحتاج تظبط انت الشدة والكلام ده بنفسك. وتقدر تقفل وتفتح على طول من هنا. هنا بقى تقدر تختار النور اللي انت عايزه براحتك على حسب الموجود هنا. تقدر تمشي على الويل ده وتتحكم في شدة الإضاءة كالعادة من هنا. أحلى حاجة بقى في البرنامج هنا هي البيكر ده. بتوجه كاميرا الموبايل للنور اللي انت عايز تقلده بالظبط او مثلا اي لون عايز تختاره. لو مش عارف تجيب اللون المعين ده ممكن مثلا تجيب دي عايز اللون الأخضر الموجود في الزرعة دي تدوس بيك يقلب النور اخضر زي ما انتوا شايفين هنا. لو عايز تختار مثلا لون تاني مثلا نختار اللون الاحمر بتاع ابتشر علشان ده لون مثلا متسجن عندهم انا عايز اقلده بالظبط اهو بيك اختار لي النور الاحمر. اما بقى بالنسبة لاخر تاب هنا وهو تاب الافكتس. الافكتات اللي انتوا شفتوني وريتها لكم كلها هنا مميزات بزيادة على الافكتات دي نفسها. الافكتات بتاعت البارتي الكاب كار مثلا اهو الكاب كار عندك كذا كاب كار في البلو اند وايت. ده كاب كار غريب جدا مش عارف بينك وبينك. ده كاب كار احمر بس ازرق بس الاحمر والازرق في احمر وابيض وازرق بيقعد ينوع ما بينهم. كل المميزات اللي انا وريتها لكم كمان محسنة اكتر في البرنامج ده. باب الابداع والافكار وكل حاجة واسع جدا. الشركة برضو عاملة يعني زي صندوقين بياخدوا حوالي 12 قطعة من دول بيتحطوا جنب بعض في الصندوق وبيتشحنوا في نفس الوقت وانت شايلهم في الصندوق. في باكج تاني في 4 قطع فقط مفروض انه مع الشاحن برضو الوايرلس بتاعهم. لو عايز تشتري النور ده وتعرف عنه اكتر احط اللينك تحت في الديسكريبشن. في فيديو انا عملته في الاخر شوفوه صغير جمعت فيه كل او معظم المميزات الموجودة في النور ده. مفيش لقطة في الفيلم القصير اللي انا عملته ده تخلو من الاضاءات دي. فشوف الفيديو وشوف انت ممكن تعمل بيه حاجات قد ايه. وفي الاخر ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. ولو عجبك الفيديو حط لايك ولو ما عجبكش دوس على زرار الديسلايك مرتين واشوفكو في الفيديو اللي جاي.